السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام، كنتمنى من الله عز وجل تكونوا في أحسن الأحوال. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتكم بشرى شانيل. مع الأسف شفت منظر ما قدرتش نهضر عليه. هو اللي ضرني كثر من هذاك الفيديو اللي نتوما باركين. ما قدرتش نهضر في التفاصيل. عارفين، اقسم بالله العظيم انه وحشتني والله. خلينا نكمل. اسمع، ولكن انا بعد ما سمعت اليوم اللايف ديالها تاكدت انه هي قسما بالله العظيم انه مسكينه. اقسم بعزه جلال الله انه مسكينه، وانك انت يا بالصح بقيتي فيا. واتمنى انه شي واحد دابا من اللي جالس معاك يقول لك انه الترك خارج لايف وكيهدر معاك، اوكي؟ وشي واحد من اللي جالس معاك دنيا خليه يوريهم الفيديو ان انا خارج كنهضر معاك، لانه احنا مع الاسف ما قدرنا عمرنا بحياتنا نهضروا مع بعض فاس تو فاس ونواجه مشاكلنا مع بعض فاس تو فاس. اوكي دنيا، عرفوا ها هي بدات كتعرف انه انا موجود لايف. اورايت، قصتها جميله، قصتها كاي امراه مغربيه معاها الحق مليار في المية انه معاها الحق انه تطيق كل اللي ورد في هذا السيناريو من قصص. احنا هدرنا هذاك اليوم وانا وعدتكم انه ما نخرجش لايف، ولكن انا ملي كنشوف ام بناتي خارجه بحرقه قلب وكتبكي، لا خاصني نخرج، خاصني نتكلم، خاصني نفهمها امور يمكن هي ما فهمهاش. فيديو، اسمحوا لي غادي نكمل. اوكي، عشاء عمل حبايب قلبها هي الدار. فيديو، اسمحوا لي غادي نكمل. اوكي، عشاء عمل حبايب قلبها هي الدار. ها هي الدار اللي كنا جالسين فيها وموجودين فيها لحظة عشاء العمل. كل اللي قلتي صح، كل اللي ذكرتي كسيناريو صحيح 100%. اوكي، شكرا لكم انتوما اللي كتشاهدوني، شكرا لكاع الصفحات اللي كتزويني، شكرا لكاع الصفحات اللي ما كنتش فتنا صفحات. قسما بالله والله ما نعرف من فين نبدا لكم، لانه والله موضوع عيب ان الواحد يتكلم فيه. اقسم بالله والله العظيم عيب، عيب بزاف 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 بزاف، ولكن قسما بالله العظيم انه قد فيها. لانه انا اليوم والله اكتشفت، اقسم بالله ترى كنقول لكم هذه الهضره ماشي علاقه بشي حاجه، والله ما كاينه شي حاجه، ولكن اكتشفت ان الزوجه ديالي ام البنات عقلها صغير، كتحل ودنيها وكتضيق. يا عباد الله، انا قلت السيناريو، انا بغيت نفهم هذا الانسان اللي عيط لك من الدار اللي كتقول انت ما كتعرفي هوش، هو اصلا من الفانز ديالك يعني، ورقم بدك يعاود يعيط لك 10-15 مره وتقولي له مستحيل زوجي ابو بناتي يكون موجود في الدار مع واحده. برافو، وهذا الشيء اللي انا بغيت، هي الدنيا اللي انا كنعرفها، لأن عمرها تطيق هذا الكلام، عمرها تصدق إنه راجلها موجود مع شي واحدة في دارها. صح، ولكن اللي خصك تفهمي واللي خصك تعرفي إنه مثل ما تضحك عليك أنت يا دابا وخلاك تجي من الفنادق للهنايا وتجيبي أهلك في نص الليالي وإزعاج سلطات في نص الليالي وتتكلمي وتقولي، بغيت نفهم هذا الإنسان ولا عيط لك. لا احنا انا مغشيت فيه، انا كشخص عيشت عندي في الدار هنا 15 يوم في داري، ياكل يشرب معايا في الدار هنايا، كياكل وكيشرب معايا في هذه الدار. منعسو في بيت الانعاس ديال البنات.
ما أنا خلال 15 يوم هذه ما شكيتش فيه، والله ما شكيت فيه، لأنه كان كيبين لي ضريف ولد ناس و... نرجع للسيناريو باختصار مفيد، لأن الموضوع بالزاف خد عن حده، وأنا الزوجة أم بناتي العاقلة مفروض اللي أنا اليوم فرحت بالزاف، ترى ما تزعلش من اللايف ديالها، عرفت أنها محروقة لأنه بالصح كتبغي وكتعرف أنه راجلها ما كيديرش هذا الشيء، ومن اللي راجلك خرج رافع راسه فوق خاصك تفرحي ما تزعليش لأنه ما تبتدش على الخيانة الزوجية. ولكن المتابعة وييك أينا، وقلتها أنا شنو هي المتابعة ديالي؟ التحريض على الدعارة، بند من البنود أنك أنت دخلت شي حد عندك الدار ما كتعرفوش، حق، وهذا موجود عندكم في القانون وفي الدستور ديالكم، وهذا الشيء كنحترمه، قلت لكم أنا كنحترم الدستور المغربي لأنه هذا خطأ أنا نعاقب عليه، أنا كشخص كنعاقب عليه. ولكن لو أنت كنت في بلاستي دنيا قاعد تقولي نفس الكلام، إذا واحد قال لك بنجيب صديق أو صديقة أو whatever عنا يتعشوا، ما عمر نحن قلنا لا لشي حد، وأتحداك تنكري خطأ. يس صح، عندي خطأ واحد اللي هو أنا عندي مشاكل في وقت حالي ما كنش خاصني ندير هذه، ولكن مثل ما أنت تحت الفخ أنا بحالك تحت الفخ، مثل ما أنت دير راسك إنك أنت ذكية وياس وحصلت على رجلي، في نفس الوقت خاصك تعرفي أنت وأهلك كم نضحك عليهم. أجي نخدم عقلنا غير أنت صغيرة، علاش نمشي بعيد؟ كاينين العساسة والكونسرجات اللي لتحت، وكاينين الناس بزاف اللي لتحت موجودين، كلهم شهدوا إنه كلكم كنتوا كتنتظروا تحت شي لقطة من الساعة 2:30 تقريبا الفجر. هذاك من لو حل من اللي هذيك السيدة مشت بحالها معاه بعد ما قضوا هنا ساعة ساعة وربع، والحمد لله الفيديو في شي يوم من الأيام يا رب إنه يخرج في الإعلام وكل شي يشوفه. رجلك كان بعيد عن السيدة ولا نلبس حوايجك، وأصلا ما كيخلي التحدي يقيس حوايجكم، لأنه أنا 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 اللي هو زوجك اللي واقف قدامك دابا كيهدر، الزوج ديالك اللي واقف كيهدر، أبو بناتك ما يقدرش يهز شي حاجة ويحطها لأنه قلبك يضره، مش عارف بشي حاجة، لأنه أنا بالنسبة لي كنتوا غاديين بحال كنت تتعشوا عند أهل ديالكم وراجعين، وأنا كنقول وباقي كنقول دار باقة مفتوحة في يوم من الأيام كلكم غادي ترجعوا كنتوا، ولكن مع الأسف من وصلنا لواحد المرحلة أنه يستغفل فينا واحد من مواليد 2003 ولا 2004 ولا قد وليدتنا، واللي أنت يا الصدمة الكبرى ديالك أنه واحدة بحال عمر حالة أصغر من حالة حالة أكبر منها باغي قدارة المخ، يعني القدارة ديال المخ ما عارش كيفاش كت... والله عيب أنه نقول، أقسم بالله عيب 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 نقول، أصلا التفكير يخطر في البال. عشرة المرات اتصالات صحيح؟ عارف أنا يمكن كانت العشرة مرات، بس يمكن أنا كان صدقك، لأنه هو واحد الفترة من اللي كنا جالسين على الطابلة باش احنا شوية نصور الفيديو بطريقة فكاهية شوية أكثر عشان تعرف أنت مدى الذكاء ديالك. أوكي بثلاثة جلسين أنا هنا، هو كان هنا، هذيك السيدة كانت هنا، العشاء محطوط على الطاولة، ناط سي ترك العبقري يدير داك تاك 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 تيمشي تيوصل عزكم الله وأكرمكم كاملين، هتولت يغسل يدي ويرجع تاك 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 تاك، نسمح لهم نقدر نصور الدرب شوية لأنه قلت لكم، ويرجع سيترك الذكي زيادة عن اللزوم للبلاصة ديالو، وينوضو البروفيسور موكلي ينقز، فهو باغي يغسل يدي هنا بهذه الدقيقة. الشعب كامل اللي كيشوفني دابا جالو أبيل، شنو دار؟ وي ماما كي دايرة؟ بخير؟ لاباس عليك هانية؟ لا لا احنا بخير، احنا كنتعشاو كنتعشاو، وبدا كيدير لك هكا ويمشي لك للأرض هكا كيترعد، وفي بلاصة ما يرجع لبلاصة باش يثبت لك انه راجلك كيدير شي حاجة، ابرك في هذا الكرسي اللي انا بارك فيه دابا ودار لك
اول فيديو يا جماعه تخيل التور جالس هنا. شنو قلت لي انا؟ سمعتي ولا ما سمعتيش؟ اجي بروك في بلاستك. اجي شنو؟ بروك في بلاستك. هي كانت عندك انت التسجيل. وسد عليك الفيديو ورجع في بلاصته. وكل الماكله ديالو تحدثنا شويه وقبضوا هذا الباب مع الساعه 12 ونص 1 الا ربع. باي باي وخرجوا. صورت الدار معاه. رجلك على بيت ناس كما العادة. خلى بلاصته وتسد عليه الباب ومشى. دابا هذاك السيد باش تفهمي وسمع مزيان، سمعي هادي حليها مزيان، بركة من الهبال اللي في مخكم. وحل وحل وحل، فهمي وحل. انا دابا معيط على السيدة وجيتني من الفنادق، واهلها اللي جايين من كازا، واهلها اللي ما عرف شنو. ناري ناري ناري، قفرت على راسي. شنو خص ندير؟ ركزي معاي، وانت الوحيدة اللي عارفة هذا الشيء، ودابا غير كل اللي عارفه دامك انت باغي تخلي العالم كله يعرف الموضوع. بعد مرور نص ساعة، طبعا راجلك كالعادة ديالو كيطفي الضواو ديالو انه ما كيحملش الضواو، سمحوا لي بس خصني نمثل لكم الموقف باش تفهموا، باش واحد يقدر يفهم. صورة الدار عنده. السلام عليكم. غادي يدخل لي هالدار بعد نص ساعة، يعيط لها أبل فيديو آخر يقول لها دنيا ها هو الباب ديال راجلك مسدود، وشوفيني غادي يشعل لها هذا الضوء على حسب المعطيات اللي عندنا، وغادي يقول لها هاني جالس في الصالة بوحدي وهم الداخل. كتقول له دنيا وادخل عليهم مرين، يقولها لا خايف يقتلني. هو كيتوسوس، هو عارفني انه انا من الناس اللي بعد الصدمة اللي انا فيها كناخذ واحد نوع من الحبوب اللي باش ننعس، وغادي ندخل لكم داخل البيت ونوريكم كل شيء. غيجي يحللها الثلاجة، شوفي راهو راجلك عنده شراب. ويلي راجلي عنده شراب. اها سد، شوفي انا ما نقدرش نطلع صوت حيت ما كيسمع، خاص ما يسمعونيش. صافي صافي صافي، يلا اخرج بحالك انت من الدار. وبحال حراميه غادي يحل الباب وغادي يخرج مره اخرى ويسد الباب. هنا ثلاثة ونص جوج ونص، ما عرفش شحال كانت الساعة بالضبط، خمسة ونص باش نرجع. احنا في الخمسة ونص كيدخل الحبيب مسوي عليا في الواتساب، كيدخل عليا الحبيب في الواتساب مصفط ليا صورة شلاضة كياكل شلاضة مع الخمسة ونص، وهذا الشيء موجود عند الشرطة القضائية. طبعا هنا في هذه الفترة باش تكونوا انتم عارفين اختي ابتسام وعمي وكلهم صاروا لتاح. دابا هو باش يكمل وباش ما يبينش لهم انه باقي على تواصل معايا، وما يبينش لي انه على تواصل معه في نفس الوقت، كيصور لي شنطه وانا في فويس موجود وراح انزله لكم تسمعوه كلكم بودنيكم. نقول لي من اللي الجدار، من اللي الجدار سد معك الباب بالسقطه. يعني انسان نقول نمشي في نفس السيناريو مع شي وحده في دار، غادي يعطي واحد الساروت ياك صعيبه، والله ما كتدخلش العقل. ورا رتبوا المعطيات قلت لك. ما كلمهاش، اقسم بالله العظيم ما كلمها، لانه هو اذكى مني ومنها. برهوش تخيلي، قدر يضحك على واحد وصل عمره قريب الخمسين وانت وصلتي في قريب الثلاثين عام، برهوش وانت اصلا من الفانز ديالك. تيجي لعندي بعد ما جات الله يعطيهم الصحة الأفراد وقرب للدار، وأول حاجة للعلم بس، يعني هذه مش أنا اللي كنقولها، راه كل واحد أي إنسان
غادي يجي؟ غادي يعرف هذا الشيء، انه غادي يقلب تحت الناموسيه. عائله تتخبى لتحت تحت الناموسيه. رعيب انا نوري كل الناس شنو كان تحت الناموسيه. ام البنات هم عارفين بلي شنو تحت الناموسيه. ما تخافيش ترى فتشوها مع الاسف. مع الاسف تيرجع لي الذكي هذا العبقري كيدخل عندي كيقول لي محمد قلبي والله العظيم وجابرك هنا هنا في هذه البلاصه. اقسم بالله العظيم ما كنكذب عليك في هذه البلاصه وبرك هنا قلبي الحمد لله ما لقاو عندك التحد. شكون عندك؟ قال لي ها لا قصدي انا عارف انه انت ما عندك التحد. قلت له دابا عندي ولا اذا تعال 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 اعطيني تليفونك. تليفونه كان مخليه على التشارج في هذه البلاصه. ام البنات هزيت التليفون ديالو قلبته مزيان يا ام البنات ما لقيت والو. هو جالس نفس البلاصه هنايا با ها هو اعتقد انه معاكم. حط يده على المصحف واحلف بالمصحف انه ما عيطش لك. وقال لي دامك انت كتشك فيا انا غادي نرجع لجديده. قلت له سير طيط انا صدع راس ما عندي ما ندير بيه. وللعلم امشى ورايا باش نكمل المسرحيه قد قد باش تعرفي اللي السيناريو اللي عليه علامات استفهام اللي انت ما باغيش تفهمي ولا باغي تقنعي راسك فيه وباغي تقنع الناس فيه. مع الاسف قطر والله انا مضطر. عشان امثل الموقف مثل ما كان قد قد. لانه هذا قران الله اللي اصدق منه ومنك ومن كل عباد الله. جالس هنا ناد ورايا هز الفاليزه ديالو من هنا من هنا ودخل ورايا تل هنا وهزيت له حليت له الشكاره ديالي وخرجت ليه 200 درهم. وخدها وقبض الباب ومشى. حقت قلبك والله العظيم قد فيها دموعك هذه والله العظيم قد فيها. اقسم بالله العظيم لا تابع لك اياه. انا اللي غادي ناخذ حقك وناخذ حق الفيلم هذا اللي طلع اللي مطور على قولتك. ومع الاسف كتقول انه راجلك ما حبيتيش بناتك يشوفوا هذا المنظر. ورا خليه اصلا راجلك يشوف بناتك بعدها. ياك خديتيهم انت يا سيمانه باش يمشوا يعوموا ويرجعوا. باقي سامعين باقي الماديه الليلي موجود في بلاصته. خديتيهم سيمانه يعوموا ويرجعوا. ما كناش بمشاكل. فهنا خوتي غنكون وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا على حسن المتابعة. إلى فيديو قادم إن شاء الله. مع السلامة.